مساء الخير لكل مشاهدي على سوشيال. بعد عطلة سريعة وقصيرة أخذها برنامجنا، رجعنا نطلع عليكم يوميا بتغطية لكل المواضيع الفنية والترندنج أكيد على مواقع السوشيال ميديا، إضافة أكيد لتغطيات ولقاءات خاصة. مساء الخير جايل. مساء الخير روني. الحمد لله على السلامة. ولألك كمان. لكل فريق العمل. اشتقنا للاستوديو واشتقنا لألك روني، وبدي حي المشاهدين ومسيهم. وبحلقتنا الليلة أكيد مثل العادة أخبار غنية فنية وفايرال نيوز ونيو ريليسز كمان. جاهزين؟ يلا. نحن رح نبلش نحن وياكم مع الأخبار المحلية، حيث بدأ العدد التنازلي لانطلاق النسخة 18 من بطولة كأس العالم للأندية، ورح يكون جمهور وعشاء كرة القدم بكل أنحاء العالم على موعد مميز مع هالبطولة يلي رح تقام بإمارة أبو ظبي، وافتتاحها هو ب 3 فبراير المقبل. هالمرة مع مشاركة مميزة للنجمة الإسبانية، إن شاء الله الاسم مزبوط، إتزيار إيتونو، وهي أكيد راكيل بمسلسل لكازا دي بابيل، كلنا بنعرفها راكيل. خلينا نمشيها راكيل، اتفقنا. راكيل رح تشارك بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، هالمنتدى هو من 10 وحتى 13 يناير. خلينا نشوف نحن ليكم البرومو. Hola, soy Itziar Ituño y nos vemos en el World Youth Forum en Sharm el Sheikh el 10 de enero. وعم نبقى بمصر. كاميرا يلا سوشيال التقت الممثل جمال سليمان بلقاء حصري بمنزله، حكي عن أعماله الأخيرة وعن سبب بعده عن السينما. شو أقولكم؟ معقول يعتزل التمثيل؟ شو أخباره؟ شو جديده؟ منتابع سبب هذا اللقاء. عن مشاركته بفيلم الكاهن إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم، قال الممثل جمال سليمان: تجربة بالنسبة لي يعني مهمة جدا لعدة أسباب. أولا موضوع الفيلم موضوع حلو جدا وكتير معاصر. أما عن مسلسل الظل يلي رح نشوفه برمضان 2022، مسلسل دراما اجتماعية وإنسانية. بالمسلسل أنا معمل دور فاشن ديزاينر، رجل ناجح ونجم كبير. ومين رح يشاركوا البطولة كشف؟ هلأ الدورين الرئيسيين حنعملهم أنا وعبد المنعم عمايري، ممثل سوري الرائع. كيف استذكر جمال سليمان صديقه المخرج الراحل حاتم علي بعد مرور سنة على غيابه؟ كل ما يعني طلعت لبرا وقعدت بهالجنينة هي بتذكر حاتم دائما، الله يرحمه، لأنه كمان الفن العربي والجمهور العربي افتقد مخرج عظيم. سهناه في نجع السيد قولي الأمر يبقى فضلون الديناري، أنا هنيه العمدة وأنا هنا شيخ البلد. انتهت حلقة يلا سوشيال مشاهدينا، ما تنسوا بكرة رح يتجدد موعدنا بنفس الوقت ومع نجوم أطفال هيدا العمل بلقاء خاص ليلا سوشيال. تابعونا وإلى اللقاء. يلا باي.